حسام كانش في كلام. مدرب كويس؟ انا ما شفتوش وهو بيدرب، يعني ما شفتوش بيدرب، ما دربنيش. ايوه انا بكلمك انت بتتابعه في الفرق اللي مسكها. حقق نتائج كويسه، حقق نتائج ايجابيه كويسه. كان يستحق انه يكون مدرب منتخب مصر؟ بص، المقارنه بتبقى صعبه شويه. ليه المقارنه بتبقى صعبه؟ لان انت بتتكلم في الانجازات والبطولات. يعني حسام البدري لما تيجي تتفرج على السي في بتاعه، خد افريقيا مع الاهلي، وخد بطوله الدوري مع الاهلي، وخد تاريخ حسام البدري كمدرب اكبر من حسام حسن. كمدرب انجازاته كمدرب اكبر من ويستحق ان هو يكون مدرب منتخب. لو انت بتاخد بالارقام طبعا، لو هناخد بالارقام يبقى حسام البدري رقم واحد. بص شوف، انا بيني وبين كابتن حسام البدري ممكن الناس تقول ان انا بيني وبينه مصانع الحداد يعني، تمام. لكن طالما بنتكلم يعني في حاجه يعني هنتحاسب عليها، حسام البدري هو الاحق بتدريب منتخب مصر. انجازات وارقام حسام البدري اعتقد. ليه بينك وبين حسام البدري مصانع الحداد؟ انا كان زمان. ايوه ليه؟ اخر سنه اللي كنت بلعب فيها. طب ليه؟ لا بقى ما كنتش بلعب وهو ما كانش بيلعبني، وكان في مشاكل بقى في اللعب، وهو مش عايز نلعب، وانا شايف ان هو وجهه نظره مش صح، وانا لازم المفروض العب، وشايف ان اللعيبه اللي كان بيلعبها ما تستحقش انها تلعب عليا، يعني حاجات كتيره. وهو كان عنده وجهه نظر مختلفه، اللعيبه الكبيره ممكن ما تلعبش، لا استعين بلعيبه في الناشئين. هل هو ما بيحبش اللعيبه الكبيره؟ شوف، ممكن زمان ما كانش بيحبهم، ممكن يعني دلوقتي اعتقد. يعني مشكله معاك كان مع مد متعب، مع جمعه، مع وائل جمعه، مع حسام، مع بركات. ممكن خد بالك، هو كان كابتن حسام اول ما مسك، ما هو انت برضو ده مدير فني لسه ماسك، تمام، لسه ماسك. كان الراجل الثاني، ما اشتغلش الراجل الاول قبل كده، ما كانش، كان على طول كان الراجل الثاني مع مانويل جوزيه. فخد بالك مسؤوليه الراجل الاول بتبقى مختلفه كتير عن الراجل الثاني. مهما كنت عندك خبرات، ومهما اشتغلت، ومهما عملت، لازم تاخد انت الخبرات بنفسك كراجل اول، تمام، عشان تقدر يعني تتعايش مع الموضوع. المسؤوليه خد بالك، لما تبقى مسؤول غير ما تبقى ايه، مش عايز المراقب او 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 الراجل الثاني او المساعد او بتبقى مختلفه تماما.